النسبة الحتة اللي انت بتتكلم فيها نسبة الالتزام دي، انت عارف ان انا تقريبا اصغر واحد في الفرقة، فما معلش ما ينفعش انزل مثلا الاقي مثلا لعيبة كبيرة نزلت وانا اصغر واحد في الفرقة لسه ما نزلتش. وبعدين انا اتعودت من صغري ان انا كده لازم ابقى ملتزم، لان هي دي الحاجات اللي بتنجح لعيب الكورة، ان انت تبقى ملتزم تنزل اول واحد. فزي ما انت بتشوف انا على طول دايما ببقى موجود، حتى لو مش اول واحد بس ببقى موجود قبل ميعادي تقريبا ب 10 دقائق، ربع ساعة، نص ساعة. فده الصح اللي انا لازم اعمله، عشان يعني في لعيبه كبيره زي ما قلت لك، ما ينفعش انزل يكون في لعيبه اكبر مني نازل قبلي، لازم انا الصغير، فطبعا انا ابقى اول واحد يعني. فده لازم اعمله طبعا، فده اللي انا اتعودت عليه من صغري حتى وانا في انبي. تقريبا عمري ما اتخصم مني فلوس عشان اتاخرت في مره او عشان جيت مره قبل الميعاد بدقيقه او دقيقتين، ما فيش الكلام ده خالص، على طول ببقى قبل ميعادي. وده انا وجهه نظري، ده انا شايف ان ده نجاح ليا يعني. اي حد هيتمنى يجي يلعب في نادي الاهلي، اي حد في يعني في اي حته مش في مصر بس. الحاجه اللي هي الاهم، من وانا صغير انا كنت دايما يعني بتفرج على نادي الاهلي بصراحه يعني، وكنت بتفرج على فرق كتير، لكن انا كنت دايما بحب لعيبه كتير في نادي الاهلي يعني، مش في الكوره يعني، شخصيتهم، احترامهم للكوره واحترامهم للعيبه اللي حواليهم. انا تملي يعني بالنسبه لي رقم واحد بحبه في لعيب الكوره ان هو يبقى محترم، مش ان هو يبقى لعيب جامد يعني. انا دايما ببص للعيب المحترم، ما ببصش ان هو لعيب جامد او لعيب مش جامد، لا، حته الكوره دي اصل دي بتاع ربنا، حته ان واحد يبقى احسن من التاني دي مش هتبقى فارقه معايا، اكتر على قد ما يبقى في بيني وبينك احترام. فدي اكتر نسبه انا ببص لها في حته اللعيب يعني. حته ان انا طبعا اجي النادي الاهلي دي طبعا حاجه كبيره ليا، وكان حلم حياتي، وطبعا ابويا وامي دول يعني انا اكتر واحد مبسوط عشانهم، عشان هم مبسوطين يعني. حتى سواء انا في الاهلي بلعب او ما بلعبش او الكلام ده كله، هم مبسوطين عشان انا موجود في النادي ده بالذات، ابويا يعني عشان ابويا كروي اكتر، فحابب الاهلي وعارف تاريخ الاهلي وعارف من زمان وهو بيشجع الاهلي، فعارف كل ده. فطبعا انا لما جيت هنا طبعا دي حاجه كانت بالنسبه لي حاجه كبيره جدا، وكنت مبسوط ويعني دي كانت من احسن لحظات حياتي تقريبا يعني. مبسوط جدا ان انا دخلت الاهلي، مبسوط ان انا دلوقتي بدات، مبسوط ان انا خدت بطوله في اول تقريبا تاني ماتش ليه او تالت ماتش ليه خدت بطوله. فانا جاي النادي الاهلي بصراحه ان شاء الله عشان احقق بطولات وعشان اعمل تاريخ لنفسي يعني. انا اما اجي ابص مثلا لواحد تاريخ ولا واحد اسطوره، احط قدامي الكابتن حسام عاشور يعني ما شاء الله 36 بطوله، فدي حاجه مش قليله ومش سهله، انت فاهم قصدي. فاتمنى ان شاء الله ان انا ابقى جزء من تاريخ نادي الاهلي ان شاء الله. دايما وانا صغير كنت على طول بتفرج على اهلي، انا كنت بحب الكابتن محمد ابو تريكه دايما، عشان احنا يعني ساكنين جنب بعض وكده، بس انا كنت بحبه اخلاقيا قبل الكوره زي ما قلت لك يعني، هي مش كل حاجه كوره بالنسبه لي. فدايما كنت بتفرج على اهلي، دايما كنت بتفرج، بحب الكابتن بركات، كنت بحب الكابتن عماد متعب طبعا، ناس كتير كنت بحبها، كنت بحب الكابتن احمد حسن، الكابتن عصام الحضري، وكابتن وائل جمعه، الناس دي كلها كنت بحبها جدا، كابتن سيد معوض. فانا صغير كنت دايما بتفرج على الاهلي، فحتى في يوم من الايام قلت لهاني وقلت لرمضان وقلت لندفيد واحنا في المنتخب، لان في يوم من الايام هاجي العب معاكم في الاهلي. فحتى هاني لما رجيت النادي الاهلي وقابلني وبتاع، فقلت له هاني انا لو تفتكر انا قلت لك قبل كده ان انا هلعب معاك في النادي الاهلي. فهو حتى بص لي كده باستعجاب ومستغرب وبيضحك، فراح سيبني وماشي فما ردش عليا. بس فدي حاجه كانت بالنسبه لي من زمان، وكان حلم ليا من زمان طبعا. طبعا كان في حاجات قبل كده جات لي اللي هي حوارات الانديه التانيه وبتاع، لكن ما كانش جاي لي الاهلي. فلما جالي الاهلي ما ينفعش اروح مكان تاني غير النادي الاهلي. ماتش الاهلي والصفاقس تقريبا 2006 تقريبا بتاع كابتن ابو تريكه، الجون اللي هو بالشمال ده، كنت قاعد في البيت انا وعمي وفاكر وجدي وابويا واولاد عمي. انا فاكر اليوم ده كان اخويا ينط من البلكونه تقريبا. انا فاكر الماتش ده كويس جدا، كنت انا صغير 2006 ده يعني، انا بتكلم في سن صغير جدا من 23 ل 2006 يعني، بتتكلم في حوالي 10 سنين مثلا اقل كمان. فلا انا الماتش ده مش هنساه طبعا، الجون نفسه كمان كان عالمي. بص، حته اللي انا بلعب اساسي دي طبعا هي بترجع للعيب في حاجه واحده، انك بتبقى بتتمرن كويس وانك بتبقى بتنفذ التعليمات بتاع المدير الفني، وده وجهه نظر. حتى لو انت لعيب مش جامد قوي او مش مهاري قوي او مش حريف قوي، بس بتنفذ، ده مهم جدا، خلي بالك.